بدعم من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جبك، طالعين اليوم في رحلة تنظيف حق واحد من المغاصات المعروفة عندنا في مملكة البحرين، مغاص حطام البوم، اللي هو عبارة عن سفينة خشبية قديمة موجودة في شمال هيرشتية على عمق 20 متر. مع الوقت تجمعت عليها الأوساخ ومخلفات الصيد، ومهمتنا اليوم مع الشباب أن نرجع المكان نظيف. التنظيف اللي اليوم بنسويها بنستعمل الشبك، بنجمع فيه الأغراض كلها تحت أو الوسخ والغزول، وبعدين بنستعمل كيس الرف علشان نرفع الوسخ كامل للطراد اللي ينتظره فوق. الآن احنا جاهزين إن شاء الله لتنظيف إحدى المغاصات الجميلة في جزيرة البحرين، حطام البوم. بنطلع النفايات ان شاء الله من قاع البحر الى الطراد، وبنخلي ان شاء الله هذا المغاص جميل لكل الغواصين عندنا في البحرين والاستمتاع فيه في المستقبل. قدرنا نطلع كمية من المخلفات اللي موجودة في قاع البحر، من حبال قديمة، غزول، نايلون، هذه ما تحلل مع الوقت، براغير متروكة. نتمنى تتكرر مثل الحملات ويكون بحرنا دائما نظيف.